طيب محمد عبد المنعم، عندك معلومة؟ أنا عارف إنك أنت كلمت حد مهم جدا في الأهلي النهاردة، عندك معلومة الرقم اللي جه في الميل التاني من نيس لمحمد عبد المنعم كام؟ لأن أنا عارف إذا وصل له من امبارح مش قادر. 2.5 مليون يورو ما يزيدوش مليم، وده من لسان مسؤول في النادي الأهلي. 2.5 مليون يورو. طب الأهلي طالب كام؟ الأهلي لن يترك محمد عبد المنعم إلا ب3.5 مليون يورو. وعبد المنعم كان في جلسة مع الكابتن الخطيب، ومحمد عبد المنعم قال للكابتن الخطيب إن أنا أقدر أتواصل عن طريق وكيل وعن طريق الشركة بإن أنا أرفع العرض من 2.5 لـ3.5. الكابتن الخطيب قال له إذا النادي وافق إحنا وقتها هنقرر، وقتها نشوف، وقتها نعرض الموضوع على لجنة التخطيط وشركة الكرة وناخد القرار المناسب للأهلي واللي يحقق مصلحة الأهلي ويحقق مصلحة عبد المنعم. وهو مع عبد المنعم كل واحد زي ما بيقول بيدور على مصلحته، لكن فين مصلحة الأهلي؟ طيب الكابتن الخطيب ماسك في القصة دي، وده اللي طلع في البيان يعني. طيب علي صوتك عشان الناس بتقول صوتك بيبعد. طيب هسألك سؤال دقيق تاني هناخد منه سبق. خلاص 2.5 مليون اللي جه في الايميل التاني اللي هو اعلى رقم، الاهلي ومع الكابتن بيبو وعبد المنعم يعني الاهلي عايزين يوصلوا ل3.5. طيب انا عايز اعرف الرقم اللي بعته الاهلي اللي جه في كلام البيان بعد كولر ان الاهلي سيرصد شروطه المالية، هل عندك الاهلي بعد كام؟ الاهلي بعت لنادي نيس الفرنسي ان انا طالب 5 مليون يورو في محمد عبد المنعم. هتقول لي انه طب ازاي الاهلي طالب 5 والكابتن الخطيب قال لعبد المنعم لو العرض رفع 1 مليون يورو عن يعني من 2.5 بقى 3.5 احنا هنسيب. اقول لحضرتك انه النادي الاهلي بكل وضوح وصراحه ورغم ان هو بيبحث عن حقوقه، لكن في نفس الوقت مش عايز يقف قدام مستقبل محمد عبد المنعم بصراحه. والكابتن خطيب بشكل شخصي متعاطف مع محمد عبد المنعم، وال 3.5 مليون يورو اضرب بالمليون يورو تقريبا في 55. خلي بالك ما نسيبك من اضرب، احنا انفرد معانا امبارح، احنا انفرد معانا امبارح الشيخ ابراهيم حساس صديق محمد عبد المنعم، وبشكر عبد المنعم على الكلام اللي وصله ان هو بيشكرني وهيكون معايا قريب تليفون او في الاستوديو. وسالته قال لي مش هتكلم في فلوس، ولكن اهم معلومتين عندي ان عبد المنعم مع الخطيب اتكلم ان الميل الاخير ابو 2.5 يعلى الكام، عبد المنعم عشمه يخليه 3.5. انا بقول لك 3.5 الاهلي يفكر، 4 مليون الاهلي بايع. لكن المعلومة المهمة اللي انت اديتهاني التانية ودي اعتقد انها سبق مهم، ان الاهلي ارسل رسميا بيقول في شروطه المالية نوافق على بيع عبد المنعم مقابل 5 مليون يورو. يعني الاهلي على الورق عايز 2.5 فوق ال 2.5 اللي يقوله في الميل التاني. وانت سألتني من 3 ايام سؤال ورددته تاني في لحظة. بعد الاهلي جاله عرض من فرنسا، قلت لك جاله، قلت لي جاله، قلت لك جاله مش كلام. وكاد كان فعلا، بس ما كانش في حد في مصر عارف كام بالظبط. لكن معلومة ال 2.5 دي والله من لسان مسؤول نصا انه العرض الفرنسي وقف عند 2.5 مليون يورو. ده العرض التاني، اخر حاجة بعتها نيس. والمفاوضات بتعلى 500 200 300، وده موجود. ما هو نيس ده مش هيروح يبعت الاهلي في الاول عرض ب 4 مليون. تمام. طيب ابو ليلى عمرو السلية سؤالي قبل الاخير، عمرو السلية سؤالي قبل الاخير جدد، هل سيذهب الى ليبيا ولا لا؟ ماله عمرو السلية؟ عمرو السلية جدد ابو ليلى، هل سيرحل الى ليبيا بعد التجديد ام لا؟ الى الان عمرو السلية بقى في النادي الاهلي. يعني انت كنت عملت حتى مداخله مع الناس، الراجل المدير بتاع قضاه النادي السواحلي، وقال لك ان احنا مقدمين عرض لعمرو، لكن عمرو جدد فعليا ومضى موسم واحد للنادي الاهلي. ولو عمرو السلية
هيروح النادي الليبي، كان ممكن يجدد سنتين بحيث انه يطلع سنه ويرجع سنه على النادي الاهلي، لكن ده ما حصلش لانه كان في خلاف اصلا على فكره بقاء السوليه، لكن هو تم التجديد لمده سنه وتقديره ماديا، وقالوا ان هو عنصر صاحب خبره وراجل من كمات الفرقه وبيعرف يلم الفرقه، وده دور مهم له الفتره الجايه. وبالتالي عمرو السوليه الى الان مكمل مع النادي الاهلي، ان لم يات عرض جديد سواء من ليبيا او من نادي تاني ممكن ياخد عمرو السوليه على الاقل 6 شهور، او عمرو السوليه وده يحصل جدا يروح الغي يا عم العقد الاول ومدد العقد ده بدل ما هو سنه يحصل سنتين ويطلع عمرو سنه يستفيد النادي الاهلي ويستفيد عمرو ويرجع يختم حياته سنه في النادي الاهلي. ده كل شيء مطروح والله. موضوع الصفقات والناس اللي يعني الموضوع الملفات والحاجات دي، الناس كل ساعه بتفكر في حاجه جديده وتاخد قرار وترجع فيه وتاخد حاجه عكس حاجه، ودي سنه الحياه مش حاجه ثابته. اخر حاجه الشناوي في عروض جاده وهيقعد مع الكابتن الخطيب، ولا موضوع رحيله انتهى بلا كلام ثاني؟ محمد الشناوي باقي مع النادي الاهلي، والنادي الاهلي لم يصلوا اي عرض رسمي لضم محمد الشناوي. كان في اهتمام من الانديه، كان في اهتمام من وكلاء، كان في اهتمام من شركات تسويق يتواصلوا مع الشناوي، خلي بالك النادي الفلاني عايزك، خلي بالك معرفش ايه، لكن اهل النادي الاهلي جاله حاجه رسمي فاكس رسمي من نادي معين بيقول له ان انا عايز الشناوي، هذا لم يحدث. الشناوي مكمل، الشناوي هيختم حياته في الاهلي، والنادي الاهلي قريبا سيعدل عقد محمد الشناوي، دي تقريبا للمره الثالثه اخر 5 سنين، وده حقه تماما لانه الناس مش قصه اداء بس، هم شايفين الشناوي شخصيته قويه وبيلم الفرقه ومسيطر قوي جدا، قوي جدا كابتن، قوي جدا. ده حقيقي والله، لعيب بيقول بيبرق ولعيب مش صغير بيقول لما بيبرق لنا كده بنعرف خلاص يعني بنقطع، فده بصراحه مطلوب في نادي كنز ينافس على البطولات ونادي فيه نجوم حافظ يعني لازم يبقى القائد مسيطر. طيب في سؤال غريب جالي، معلش، محمد مجدي قفشه بعد كلام كولر هل ممكن يمشي من الاهلي؟ لا، محمد مجدي قفشه مكمل مع الاهلي. اه وكولر قفل الموضوع تماما يا استاذ عبد الله، وخلي بالك كولر راجل مش عبيط، راجل مخضرم وراجل فاهم وعارف انه قفشه رغم ان هو بيتذمر احيانا ويقلب وشه واحيانا يلعب ما يأديش بالشكل المطلوب، لكن في نفس الوقت كولر وده قاله للناس اللي معاه انه قفشه من الاسلحه او من العناصر اللي هي عندها قدره احيانا ان هي تكسب النادي الاهلي، وده مطلوب في فرق كبيره زي النادي الاهلي، وشايف انه قفشه راجل عنده حلول وعنده حاجات بيقدر يعملها في توقيتات معينه في المباريات بتكسب النادي الاهلي، وبالتالي محمد مجدي قفشه مكمل مع النادي الاهلي، مع العلم ان عنده وكيلين شغالين له من نار، ودلوقتي السنه اللي فاتت اشتغلوا له من نار جابوا له عرض قطري، اللي قبلها جابوا له عرض سعودي، لكن كل العروض اللي رفضها النادي الاهلي الى الان قفشه مكمل مع النادي الاهلي، ومارسيل كولر يريد استمراره، دي ما فيهاش جدال يعني.